عربي عربي وين؟ هذه كاسيل. تبي يقول الناجح هو الشخص اللي في كل يوم يحدد وقت بسيط لو كان ساعة يتدرب فيها على تقوية نفسه في جانب معين من مهارة معينة، أو يتعلم حاجة جديدة تفيده في تخصصه أو في هواية في هوايته. كذلك العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية حتى 20,000,000,000 خط. العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. بسألك يا عادل، وركيزة أساسية في النجاح. لبيه. بما أنك أنت معي، بما أنك أنت عندي في الغرفة، كتابك اللي أنت قراه تخلص 10 صفحات إلى 15 صفحة، ثم بعدين تكتب ورقة صغيرة في الوسط. ليش تكتب فيها كذا زي النوتة مدري إيش؟ أستاذ عادل سلام. وش اللي تكتبه؟ بين الصفحات. ها؟ بين الصفحات. أكتب بين الصفحات. إيه تكتب حاجة تحطها ورقة. حاجات مهمة. حاجات تلخيص. إيه 15. إيه بيض الله وجهك. تبقى في مخك خلاص. تبقى في مخك تستفيد منه. لأنك أنت إذا قريت الحين ورحت كملت 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 خلاص ما يبقى منه. طبعا التعمق أكثر إنك تتعمق فيه، هذا اللي مثلا يجيك يضلل يكتب بالأقلام على الكتاب، يضلل عشان يقراها مرة ثانية 20,000,000,000 مرة. أنا ما أحب أكتب على الكتب، أحب أخليها نظيفة. طيب أنا بسألك الحين، القرآن سبحان الله جيت أقرأه أحب أختم الصفحة الأولى، تحمسني أروح للصفحة الثانية، تحمسني أروح للثالثة لين أوصل عدد من الصفحات، عكس إني لو جيت أقرأ كتاب عادي أمل. لأنك تقرأ كتاب محتوى ما يهمك أنت، مو بجاذب لك أنت. قبل لا تأخذ كتاب، الكتب الحين مثل السوق. الحين لما تدخل سوق خضروات، سوق فواكه، أنا رجال مثلاً كلنا نحب التفاح، مو بكلنا نحب التفاح، صح ولا لا؟ أنا أحب الأخضر. أقول لك ممكن نحب التفاح، أنت تروح تأخذ برتقال موز، اللي يأخذ تفاح وشو بيأخذه بيحطه عنده، ما هو متلذذ، أو بيأخذ قرمة واحدة ولا هو ماكله. الكتب نفس الطريقة، أنت شوف الكتاب اللي يهمك، اللي يهمك أنت، اللي تحتاج تعتقد أنك أنت محتاجة. مثلاً أنت طول العمر اشتغلت في قطاع خاص، والله الله وفقك برامج اشتغلت في قطاع خاص. يا رب يا رب. قطاع خاص. ادعوا لي يا رب. يا رب الله يوفقك. الله يوفقك يكتب لك اللي فيه الخير. قطاع خاص الحين وش أكثر ميزة فيه بشكل عام اجتماعياً؟ عدد الموظفين فيه كثير، عرفت كيف؟ والعلاقات العامة عندهم قوية جداً، اللي هي كإدارة علاقات عامة قوية جداً بين الموظفين وكذا. فأنت إيش تحتاج؟ تحتاج شخصية اجتماعية، تعرف هذا وتتكلم مع هذا، وما تنحرج إنك توصل لشخص ما تعرفه وتتعرف عليه، لأن في عملك، فهمت قصدي؟ بعضهم لا يستحي، بعضهم شخصية منعزلة، شنطته مكتبه يطلع كذا. لا 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 منعزل. ميزة العمل تختلط بالموظفين، تعرفهم كذا، فأنت أحيانا تنحرج فتقول والله أروح أخذ الكتاب كيف مثلا أقوي نفسي العلاقات الاجتماعية. يجيك 1 2 3 4 5. أول شيء قدم هدية بسيطة مثلا، يعني أنا محمد سالم ما أعرفه في الإدارة الثانية، السلام عليكم مساك الله بالخير، أنا أخوك عادل بن هيف من الإدارة الهندسية، هو مثلا في مثلا في الإشراف، هذه اسمح لي طال عمرك بالهديه البسيطه هذه، عرضه محب وصداقه. شوف كيف فوق، شوف كيف بعضهم يدري ايش يقول. يقول هذا مصلح لكن ما دف شيء الا عندي. هذا اللي يلعب فيك انت، ما عليك انت نيتك وش، انت نيتك وش، اهم شيء النيه. نيتي اني اكسب. خلاص خلاص والله ان الله يسخره لك، والله ان الله يسخره لك. بعضهم لا واذا فهم غلط، واذا فهم غلط فانها برضه لمصلحتك، معناته ان الرجل هذا ما في خير، ممتاز والله ابعده عنك، زين انك عرفتها من البدايه. فأقول لك هذه، أقرأ الكتاب اللي أنت تحتاجه، أنت وش تحتاج، شوف عرف نفسك، أنت لازم تعرف نفسك قبل كل شيء. مثل التخصص الجامعي، تخرجت من الثانوي أنت وش تحب؟ تحب الهندسة، تحب الطب، تحب الكيمياء، تحب الرياضيات، تحب بعدين تشوف فرص سوق العمل، هل تخصصك له سوق عمل ولا لا، لأن هي نسبة تناسب، عرفت كيف؟ فأنت إذا ما عرفت نفسك ما راح تعرف وش تأخذ أصلا، في منك وفيك، لازم أنت تعرف نفسك. هذا وش هو؟ أعطني بس كذا سؤال. هذا المخصصات. أنواع الضحك وشني. هذا حقة المكتبة مذاكرة. كم صفحة؟ علمك أنواع الضحك وشني أبو شني فهد وشني أبو سعد. أنا سبحان الله فيني ميزة يا عادل، إن شفت ردة فعل الطرف الثاني، إذا شفت ردة فعل الطرف الثاني تم غصك، قسم بالله إني أرسم له ابتسامة. أنا أدري إنه غاثني بس إني أبتسم عشان يراجع فعله اللي سواه. ابتسامة غبنة. والله مو قصة غبن ما غبن، أنا واحد من دكاترتي في الجامعة والله حملني مادة، والله نجاحي مغير 3 درجات أو 4، والمشكلة إن المادة هذه تفتح ليش مادة ثانية، لازم أخلص المادة دي عشان إيش أدخل على المادة.